السلام عليكم، معكم محمود. عادة بحب أعمل الفلوجات والفيديوهات بتاعتي صباحا الساعة 6 صباحا، حاجة زي كده، أما نبقى في الصيف بالذات. وفي هذا الصباح بعمل الحلقة دي من على ضفاف نهر الفولجا الحبيب اللي ناس كتيرة بتحبه في من العرب في روسيا. ولكن نهر الفولجا ده بيقع على أو بيقطع مدينة مش هتيجي على بالك. كل الناس فكرها إن الفولجا احنا بنتكلم بقى ايه، سمارة، ساراتوف، الحاجات دي، يعني احنا في تتارستان بقى الجو ده اللي هو الفولجا، يعني الحاجات دي. لكن هل تتخيل ان احنا في مدينة تفير اللي هي شمال موسكو؟ هي دي مدينة تفير اللي في شمال موسكو، المشهورة بكنائسها، الكنيسة الذهبية وحاجات كتيرة كده، ومشهورة ان في بنات تفير ليهم شكل مميز كده، وفي نحلة حواليا. ربنا يستر بقى، نمشي. طيب المهم، فليهم شكل مميز بنات تفير، شكلهم شبه العربيات شوية، شبه البنات العربيات، ومش طوال معظم. ومعروف ان معظم الشباب في تفير بيروح يدرس في بيتر مش في موسكو. خلصت الحلقة القصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، في حفظ الله. السلام عليكم. أمين.